الله على الباك. والله البارح هدرو الحمد لله، والله زادوا اجلوه خلوه حتى لتخوازي لا تخوازيام سيمان تاع سبتمبر. اخيرا تنفس تلاميذ البكالوريا السعداء. ولا غير انفا تهنينا بعد قرار تأجيل إجراء الامتحانات النهائية إلى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل. والله ما كناش كاع واجدين مع كورونا هاديتو، ولا غير داروا لنا قرار، يعني الحمد لله. مروة تلميذة مقبلة على شهادة التعليم الثانوي منذ تعليق الدراسة بسبب تفشي جائحة كورونا، تعيش على أعصابها توتر قلق وحيرة، خاصة بعد كثرة القيل والقال وانتعاش بورصة الإشاعات حول البكالوريا. اليوم زال السوسبانس والغموض بعد الفصل في موعد البكالوريا. كان قرار في متناول الطالب، كنا خايفين، كنا مع كورونا ما كناش نقراو بيان، ما كناش نقراو كل يوم. الوغ كي داروا لنا هذا القرار صح فادنا، صح فرحنا، فريمون فرحنا، باسكو دوك عندنا لو طون باش نريفيزيو تري بيان، باش نكونوا واجدين بيان الباك اي بوغ افوار دي بون ريزولتا ان شاء الله. سيكون لتلاميذ البكالوريا الوقت الكافي للمراجعة أكثر من 4 أشهر بحوزتهم، يبقى عليهم تقسيم الوقت وعدم الوقوع في خطأ استدراك الدروس في آخر لحظة. هذا خطأ يرتكبه بزاف تلاميذ، اللي هو ما يقراوش، يخلو حتى الأشهر اللي قريب الباك ومن بعد تولي لابريسيون، يولوا يحفظوا ما يشدوش. ألوغ أنا ننصحهم بلي يبداو يقراو من دوكا، صح ما تكونش عندهم لابريسيون باسكو عندهم الوقت، يقراو من دوكا وإن شاء الله يكفيهم الوقت ويقعد يديروا ريفيزيون فينال وإن شاء الله تو فا بيان. هي أيام عصيبة عاشها تلاميذ البكالوريا في انتظار قرار التأجيل. المهم الآن تكمن في توزيع فترة المراجعة واستدراك ما فات لحصد النتائج يوم الامتحان.